بتمر علينا اليوم الذكرى الرابعه لثوره 25 يناير، والمناسبه كان هناك تجمعات وتحركات لبعض اسر الشهداء وشباب الاحزاب لاحياء هذه الذكرى الرائعه. مع ضيفنا النهارده هنتكلم على اهم مكتسبات الثوره وماذا حققت بعد مرور 4 سنوات. ضيفي وضيفكم شرفنا النهارده في الاستوديو العزيز علينا جدا استاذ جورج اسحاق، الناشط السياسي والمؤسس السابق لحركه كفايه. استاذ جورج صباح الخير ونهارك دايما سعيد. ربنا يخليك. انا بس في البدايه، اولا ما بحبش كلمه ناشط، ارجوك ما تحبش كلمه ناشط سياسي دي نمره 1. نمره 2، يعني في البدايه ضروري نحيي شهداء الثوره طبعا اللي كان لهم الدور الاعظم في عمل هذه الثوره العظيمه، وتحيه ايضا للشهيده بتاعت الامس الاستاذه شيماء الله يرحمها. ونحن نريد شفافيه ونريد تحقيق سريع لمعرفة من هو المتسبب بالزبط في هذه الجريمة، لأنه في جرائم كتيرة في حق الشهداء لم نعرف نتائجها حتى الآن، ودي مسألة من الحاجات السيئة جدا اللي كانت نتيجة ما قمنا به أو خام به الشعب المصري في 25 يناير. تمام، مرت علينا 4 سنوات لذكرى ثورة 25 يناير، ولكن هنتكلم بمنتهى الأمانة، هل الثورة لم تحقق أهدافها حتى هذه اللحظة؟ أنا رأيي الشخصي إن مصر قبل 25 يناير غير مصر بعد 25 يناير. مصر قبل 25 يناير كانت جثة هامدة. يعني في استقرار موجود، في استبداد موجود، في اقتصاد لصالح فئة معينة، والمسألة قتيل، يعني حاجة ساكنة ثابتة. بعد 25 يناير حصل حراك غير مسبوق إن إحنا بقينا شركاء في هذا الوطن، الوطن ده بقى بتاعنا. يعني الاول ما يعني مين كان زمان بيروح انتخابات؟ مين زمان كان بيروح استفتاء؟ مين زمان كان بيتكلم على الدستور؟ مين كان بيتكلم على الانتخابات والقوائم والمش عارف ايه وكده؟ هذا الحراك جديد على الشعب المصري. صح. ولذلك انت بتتكلم، لما بتتكلم على انك انت في حد احد رؤساء الوزراء مش عايزين نذكر بقى لانهم مزعجين في ذكراهم، انه كان بيقول ان المصريين مش بتوع ديمقراطيه، ده كلام ما يصحش يتقال، ده اهانه للشعب المصري. الشعب المصري ضروري يتعلم هو الناس عملت الديمقراطيات في العالم ازاي، بالصراع والتعليم وانه يختار مره غلط، واحنا اخترنا غلط مره، تصرفنا تصرف غلط، لكن بنتعلم. يعني دي الثوره دي نقلت مصر ونقلت الشعب المصري نقله كبيره جدا. طبعا في خسائر طبعاً. دفعنا ثمن عالي طبعاً. جدا من عدم استقرار، من حالة من الفوضى، من كده، ودي نتيجة الثورات. ما هو معنى الثورة؟ الثورة هو تغيير. نحن حتى الآن لم نشعر بهذا التغيير. يعني الفساد موجود، الطريقة التقليدية في معالجة الأمور موجودة، نحن نريد أن نرى عملا ثوريا. يعني الناس عايزة تحس أن احنا بنقفز مش بنمشي واحدة واحدة. هو ده الخلل. حلو التعبير ده. لا يعني انت بنقفز. طبعا انت بتعمل ثوره عشان تقفز، عشان تتقدم باسرع الريتم القديم اللي احنا كنا عايشين فيه، ريتم يقتل. يعني حاجه مقتوله كده ماشيه تلقائيا ومقتوله، ما فيهاش روح. مصر بقى فيها روح. صح. يعني بخلافاتنا، بايجابياتنا، بانبساطنا، بحزننا، بكله بقى في روح. بقى يعني الشعب اللي من غير روح ده يتقتل، ما يبدعش. بالزبط. ولذلك انت في فتره ما قبل 25 يناير قول لي الابداعات اللي حصلت ايه؟ الا اغاني البطيخ والبتنجان والبتاع والبتاع، حاجه مترديه جدا، وده نتيجه عصور لما يبقى في عصر التردي يبقى الفن متردي والاداء متردي وكله متردي. انت النهارده في حاله بدايه انعاش، بدايه الحاجه المهمه اللي عملتها ثوره 25 يناير ان الناس اصبح عندها امل. يعني الامل موجود. صح. انك انت بتامل في انك انت بتعمل دوله مدنيه. صح. حديثه هتناضل في سبيلها، وهتقعد اللي مش عاجبك قول مش عاجبني، واللي عاجبك قول عاجبني، لكن بقى عندك امل انه في المستقبل. في ناس بيقول لك الدنيا ساءت قوي وخلاص والدنيا ضاعت. انا 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 غير انا رايي غير كده خالص. مصر بتتحول، مراحل التحول الضخمه دي في طريقه التفكير وفي القوى الشبابية اللي موجودة وفي ده كله، ده يعمل أمل. صح. بس إحنا كمان ما عندناش، أنت بتقول ليه إيه الإحباطات اللي في ثورة 25؟ إحنا ما عندناش رؤية لغاية دلوقتي، ما عندناش رؤية. ما عندناش، يعني مش عارفين نقول إحنا هنعمل إيه في المستقبل. يعني بنعمل بنتكلم على حاجات ضخمة كده، ها؟
وهميه كده، لكن مش عارفين يعني احنا عايزين يعني الشعب المصري ما عندوش مانع ابدا انه يقولوا له المستشفيات هتتحسن كمان 3 سنين تمام، والتعليم هيبقى احسن كمان سنتين، هينتظر هنتظر هينتظر طبعا. لكن انت عمال تقول الصحه بايظه، طب وبعدين؟ والتعليم بايظ، طب وبعدين؟ طب عملنا ايه؟ يعني ما اين هو الفعل الثوري اللي يصلح ده؟ مفيش حاجه اتغيرت. لا مفيش حاجه اتغيرت بالظبط، لانه التفكير زي ما هو، التفكير النمطي المتخلف اللي هو لسه عايش في العصور الوسطى، الموظفين بطريقتهم، التفكير اللي مش عايز يتغير. لا بس انا سعيد حضرتك قلت ان الناس بالفعل، وانا بشعر بده، بقى عندها امل. اه طبعا، لا طبعا يعني انت بس كمان عشان تزود هذا الامل ضروري تشوف الكتله الشبابيه فين. تمام، الكتله الشبابيه غايبه، واخد بالك؟ زي ولذلك انا بنطالب بالافراج عن الناس اللي في السجون واللي ما عملوش جرائم وكده وبتاع. الناس تقول لك شوف عايزين الفوضى، عايزين، لا مش عايزين الفوضى، احنا عايزين نشيل الاحتقان الموجود في المجتمع، في المجتمع المصري في حاله احتقان شديده جدا. وده اللي بيراجعه دلوقتي رئيس الجمهوريه في مراجعه مجموعات من الشباب اللي هيتم الافراج عنها قريبا، اللي ما اسأتش الفتره اللي فاتت او ما صدرش منها حاجه الفتره اللي فاتت. حضرتك استاذنا انت قلت حاجه مهمه جدا، اتفضل. ان الرئيس يقول حاجه ولكن اللي تحت حاجه سيئه جدا، ودي مشكله ضروري نتنبه لها كويس قوي. يعني انت بتقول الافراج وكده وبتاع، خد بقى اجراءات روتينيه ويخش فيها حاجات شخصيه ويخش فيها، لسه بدري. انت بتقول رؤى، واخد بالك؟ زي بتقول طموحاتك، عشان كده حضرتك قلت قفزات. اه طبعا، انت ما هو الثوره كده، الثوره بتغير بس ما بتغيرش بالطريقه التقليديه. يعني انت هتقعد تفكر بالطريقه التقليدية مش هيعمل حاجة. يعني مثلا يعني احنا نفسنا نشوف المجلس اللي عمله الرئيس جايب احسن ناس في العالم، يطلعوا يقولوا لنا يعني من ضمن الشفافية يا اخي، يطلعوا يقولوا لنا احنا قعدنا واتفقنا على كذا كذا وعرضنا كذا وكذا وكذا، ما حدش بيقول حاجة. احنا عايزين نعرف ايه الدنيا فيها ايه. يعني ما عادش زي زمان يعني اجتمع الرئيس وبتاع وخلاص ونفضل المولد، ما ينفعش. يعني احنا بقينا، ما هو ثوره 25 يناير دي قامت لحاجتين. الحاجه الاولانيه الحفاظ على كرامه المصريين طبعا، الذين اهينوا اهانات بالغه في السابق. الحاجه الثانيه الشراكه الكامله، نحن شركاء. احنا عايزين نبقى عارفين ايه اللي بيحصل في بلدنا. بالزبط. احنا خرجنا 25 يناير واشتركنا جميعا عشان نبقى شركاء في هذا الوطن. احنا مش كومبارس ولا احنا وعشان كده الناس نزلت، وعشان كده الناس بتشارك، وهو ده اللي احنا حاسين بيه. بس ما ينفعش استاذ جورج يكون موجود معايا وما اسالكش عن ذكرى ثوره بالنسبه لك انت شخصيا وعن ذكرياتك في الميدان. سالتك قبل الهوا وحضرتك ابتسمت، ويبدو ان انا رجعتك لذكريات كانت جميله. ده زمن جميل، دول 18 يوم في اللي بيتكلم على ثورة 25 يناير انها مؤامرة وكده، ويهين الشعب المصري بالشكل ده يعني مجرم في حق الثورة وفي حق الشعب المصري. يعني مش ممكن ابدا انه الناس اللي قامت في بورسعيد واسكندريه والسويس والدقهليه والشرقيه وبتاع، كل دول كانوا قابضين عشان يطلعوا يعملوا ثورة. انت شفت بعينك يا استاذ جورج وعشت مع الناس دي واحسيت بيهم وحسيت نبض الشارع. انا عمري ما كنت اتخيل انه الناس تطلع بهذا الشكل. يعني طول الوقت يتكلموا على ان المصريين جبنا والمصريين خايفين والمصريين مش هيعملوا حاجه، فجاه بصيت لقيت المصريين بيتجمعوا بشكل هائل جدا في الميدان. الواحد مبقاش مصدق ازاي الناس يعني عارف الاستبداد والضغط. اللي بيقولوا الدنيا كانت جميله قوي قبل 25، طب الناس طلعت ليه؟ طلعت ليه؟ ده سؤال مهم جدا. هنجاوب عن السؤال ده يا استاذ جورج، ولكن معايا في مداخله تليفونيه الاستاذ مصطفى الجندي من اوغندا، الاستاذ مصطفى البرلماني السابق. استاذ مصطفى صباح الخير. بيعمل ايه في اوغندا ده؟ هنعرف حالا. صباح الفل عليك وعلى مصرنا الحبيبه وعلى عم جورج وعلى كل شهداء ثورتنا اللي بدون دمهم ما كناش النهارده هنبقى في اللي احنا فيه، ولا نقدر ان احنا نقول اللي جوانا. فبنحيي ارواح هؤلاء الشهداء وبنحيي روح الشهيده شيماء، يعني اراد ان هي تكون مع اخواتها شيماء. وبحيي برضو النائب العام اللي فورا قال التحقيق فورا، عايزين نعرف مين اللي استجرى
ويقتل بنت مصرية شايلة ورد. الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير أستاذ مصطفى، وهتقول إيه في هذه الذكرى الرائعة؟ هقول إن لو ما فيش 25 ما كانش في 30، لو ما فيش 25 ما كانش في الحرية اللي إحنا عايشينها النهاردة، لو ما فيش 25 ما كانش كان زمان جمال مبارك بيحكمنا، لو كان زماننا تابعين للامريكان، لو ما فيش 25 لا 25 هي اساس وثوره شهد ليها العالم. هجم عليها الاخوان وهجم عليها التنظيم الدولي الاخوان، وبسبب ان اللي قاموا بثوره 25 ما كانوش لا عايزين سلطه ولا سلطان، ولكن كانوا عايزين بلدهم تكون احسن، فكان من السهل على هذا التنظيم الدولي انه يسرقها، ولكن بعد كده هو الحمد لله رب العالمين نفس الشباب ونفس المصريين ونفس الامهات نزلوا، وبعد ما شالوا الديكتاتوريه بتاعت مبارك شالوا الفاشيه بتاعت الاخوان، وشعب انا بقول انت اعظم شعب في العالم. يعني انا هنا هو في 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 اوغندا، يمكن عم جورج بيسال انا بعمل ايه في اوغندا، نفس اللي كنت بعمله بعد 25 على طول. انت عارف ان في تركيا كان فين اردوغان من يومين، ما كان في اثيوبيا كان رايح على الصومال، يعني عارفين الامريكان بيعملوا ايه، منابع النيل وحرب المياه، عارفين ان مصر بيحاولوا يحصوها من كل مكان، فكل اللي يقدر يعمل حاجه بيعملها. استاذ مصطفى هسيب مع حضرتك الاستاذ جورج، بالتاكيد عايز يصبح عليك ولسه بيسالك وانت في اوغندا اخبارك ايه. اتفضل استاذ جورج. انا بس يا مصطفى، اولا وحشني، ثانيا انت بتكمل مسيرتك في افريقيا، لان انت اول واحد بادرت بعمل الدبلوماسيه الشعبيه اللي رحنا فيها اثيوبيا واوغندا مع بعض، وبنتمنى انك انت تكمل ما بدات معانا في الدبلوماسيه الشعبيه، ونتمنى نسمع من اخبار جيده لما ترجع ان شاء الله من على مصر باذن الله. لا ان شاء الله ان شاء الله. وانا بقول يا جماعه اوغندا هي دوله بيحكمها رئيس بيعشق مصر. صحيح. يعشق عبد صحيح. مصر بي 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 بي. وانت شفت يا استاذ جورج، لا طبعا قال عايزين نطوي بقى الصفحه بتاعه الماضي ونفتح صفحه عبد الناصر والعلاقات اللي هي ليس مبنيه على مصالح ولكن مبنيه على ايمان بافريقيتنا وعلى ايمان ان احنا لن نستطيع ان نصل لاي شيء الا لو جذورنا موجوده فعلا في افريقيا وعلاقاتنا قويه بافريقيا. هي دي الحقيقه لازم نعرفها، ان احنا من غير افريقيا مفيش مصر، ومن غير مصر مفيش افريقيا. دي واقع، احنا الحضاره بتاعت افريقيا، وهم ناس بيعشقوا مصر. مصطفى لو تتذكر ان المحطه بيحبونا واحنا تعالينا عليهم كثيرا، واحنا كل اللي انا بقوله ان هو حاجه واحده يا جماعه، لا ضرر ولا ضرار. انا لسه ملتقي برئيس الجمهوريه، قلت لا ضرر ولا ضرار، لك الحق في ان يبقى عندك كهرباء جوه البيت، وليه الحق ان يبقى فيه ميه جوه الترعه بتاعتي عشان اروي ارضي او عشان اشرب. الجماعه هنا حقيقي بيحبوا مصر، وان شاء الرحمن يعني اتمنى من الله ان يكون في زياره قريبا يا رب يعني من رئيس مصر والدبلوماسيه الشعبيه، ونيجي منابع النيل ونزور زي ما زرنا اثيوبيا ونزور اوغندا ونزور تنزانيا ونزور بروندي. يا جماعه دي جزرنا، هنا حياتنا. محمد علي لما ابتدى ملكه في مصر بعد ابراهيم ابنه قال له يا ابراهيم يا ابني روح شوف النهر ده بيبتدي منين، ملكنا يبدا، لان لا يمكن ان انت تقدر تعمل تنميه ومنابع نيلك وميتك في ايد بتلعب بيك. بالظبط. استاذ جورج عايز تقول حاجه لاستاذ مصطفى. مصطفى لو تتذكر ان المحطه الوحيده اللي اتعملت لتوليد الكهرباء في اوغندا عملها عبد الناصر في الستينات. ولو تتذكر ايضا الناس عايشه الشارع الرئيسي يا جورج، ما انت عارف باسم جمال عبد الناصر. لا انت بس انا عايز اقول لك لمحه مهمه جدا. فاكر لما رحنا نزور منابع نهر النيل، فواحنا راجعين لقينا كل شوارع كمبالا بتولع باللمبه الجاز، ما عندهمش كهرباء، فضروري نقدم ايد المساعده عشان نعمل شغل في افريقيا. ان شاء الله وان شاء الله ان شاء الرحمن ان شاء الرحمن. يعني انا الناس هنا متبشره جدا بالرئيس السيسي الحقيقه، ولما الشعب المصري رفع صورته جنب صوره عبد الناصر ما تعرفش قد ايه ده ادى امل للافارقه في ان مصر تعود مره ثانيه لسياده افريقيا. يا رب
يا إن شاء رب الله. إن شاء الله. والله أنا بقالي 10 أيام يا جورج، يعني ربنا يعلم. رب ربنا يجيبك بالسلامة. إن شاء الله بالسلام. خير، إن شاء الله خير، إن شاء الله. وعمر ما مصر يعني إن شاء الله ربنا إن شاء الله حافظها على مدار تاريخها، عمر ما مصر يعني حد يقدر يضرها. ترجع بألف سلامة أستاذ مصطفى الجندي البرلماني السابق، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. حضرتك ذكرت استاذ جورج كلمه الشباب، وكان لازم اسال حضرتك في هذا التوقيت بالتحديد، هل تم تمكين الشباب في الفتره الماضيه ولا لا؟ لا طبعا، انت عارف انه الكلام انك انت بتمكن الشباب وانك انت هتحطهم في المناصب، انا رايي انه المساله عايزه تدريب، عايزه مهنيه عاليه، انك انت مش ممكن ابدا تختار بشكل عشوائي او كده او بانه مؤهل. انت عايز تتكلم على مهنيه عاليه، عايز تتكلم على كفاءه، عايز تتكلم على تدريب، يعني انت قبل ما تديله منصب عالي صح. ضروري يخش ويتدرب ويبص ويتفرج. الدوله المصريه دوله صعبه، يعني مش اي حد يخش يحكم ولا يتكلم. هو ظلم انه يتحط في منصب قيادي ويتم محاسبته بعد كده بدون يعني تدريب. يعني انت عايز يعني انا في تقديري انه في المرحله القادمه بدعو كل الشباب انه ينزل الانتخابات البرلمانيه، حتى لم يوفق عشان ياخد خبره بالزبط. الانتخابات بالزبط. لان احنا عندنا 13,000 مقعد في المحليات، هم دول اللي هيبنوا مصر الحديثه، وهم دول اللي هتطلع منهم النخبه الجديده، لان النخبه القديمه انت شايف اهو، يعني حدث ولا حرج. يعني سؤال بيطرح نفسه استاذ جورج النهارده، هل ممكن يحصل بعض المشاكل الامنيه والقلائل من بعض المظاهرات النهارده في الشارع المصري؟ القوى السياسيه كلها والثوريه اتفقت انهم يعملوا احتفالاتهم او يقيموا. احنا هنعمل في مثلا التيار الديمقراطي هنعمل يوم الثلاث ندوه في نقابه الصحفيين بنتكلم فيها على ايجابيات ثوره 25 يناير وايه الاخفاقات اللي حصلت. ضروري تبقى موضوعي، يعني ما حدش يتكلم على ثوره 25 يناير انها عملت اللي ما حصلش. عشان نتعلم لا عشان نتعلم. احنا في بالزبط. حاجات اتعملت وفي حاجات حصلت احباطات. انت بتكلمني على 18 يوم بتوع التحرير، دول 18 يوم في تاريخ مصر لن يعوضوا مره تانية. صح. احنا فضلنا 18 يوم على المنصة، يعني انا ما شفتش في حياتي المصريين بهذا الشكل. يعني من ضمن الحاجات اللي كانت تفرح الانسان انه كنا في يوم الجمعة يحصل قداس الصبح ونحضر بعد الظهر لصلاة الجمعة، والاغنية الجميلة اللي كانت عاملها كنيسة الدوارة بتاعت ربنا يحمي بلادي دي كانت بتهز مشاعر الناس، وكانت كل الناس بغض النظر عن ديانتها او عن مذاهبها او كده كانت بتغني معانا هذه الاغنيه دي. مشاعر يعني مش فعلا مش ممكن. الشعب المصري ده جوهره، بس عايز حد يلمعه. شفت المشهد ازاي يا استاذ جورج بتاع وفاه الناشطه شيماء الصباغ، وبالتحديد زي ما ذكر استاذ مصطفى مداخلته سرعه مطالبه التحقيقات لمعرفه الجناه؟ طبعا انا صدمت في القصه، لان البنت شايله ورد ورايحه تحطه على النصب التذكاري بتاع التحرير ده، وطلعت اللي هو الامين العام بتاع الحزب راح للضابط وقال له احنا في مظاهره سلميه ورايحين. يعني انا مش شايف هذا المشهد كان واضح ان الموضوع كان واضح ولذلك نحن نطالب بسرعه التحقيق والشفافيه، وعايزين نعرف ايه اللي حصل بالضبط، لان دي حادثه يعني لها ابعاد كثيره جدا، واذا لم نعرف الحقيقه بالضبط هيبقى لها تداعيات مش كويسه. ده اللي هيخليني اسال حضرتك، إلى متى سيظل سقوط الشهداء في ذكرى ثورة 25 يناير؟ يعني أنت اللي حصل في شهداء 25 يناير دول نوارة الشعب المصري، دول اللي دفعوا الثمن، دول اللي خلونا نتكلم بكده، دول اللي خلوني أجي التلفزيون المصري اللي أنا كنت محروم من زيارته زمان. يعني الشهداء دول عملوا حاجات يعني عظيمة جدا، لن ننساهم ولن ننسى شهدائنا ولن ننسى أسرهم، وهنفضل نتابعهم وهنفضل نحييهم. وأنا بقول من خلال منبرك ده إن أي حد من أسر الشهداء عنده حاجة، المجلس القومي لحقوق الإنسان موجود، المجلس بتاع رعاية المصابين والشهداء موجود، وأنا موجود، أي حد عايز يتواصل معايا أو عنده مشكلة فيهم إحنا موجودين لحمايتهم والدفاع عنهم. جميل، هم في القلب بالتاكيد طبعا. والوقت يعني انا ما حسيتش بيه مع حضرتك، وقتنا خلص، ولكن جميل ان حضرتك نهيت لقائنا بكلام عن الشهداء واسر طبعاً. الشهداء طبعاً.
بالتحديد. انا بشكر حضرتك مره ثانيه استاذ جورج اسحاق، مش هقول الناشط السياسي ولكن المؤسس السابق لحركه كفايه. شكرا جزيلا على تشريفك في الاستوديو. متشكر جدا. مشاهدينا لسه مكملين معاكم وذكرى جميله لثوره 25 يناير، تابعونا ولكن بعد هذا الفاصل.